أغنية حرة يا فلسطين للفنان حسن أبو الروس، واللي طرحه من دقايق على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة من أيام آسف. والجميل في الموضوع، غير أن الكليب مختلف وجميل، أن أعلن أبو الروس أن جميع أرباح هذا الكليب حرة يا فلسطين هيتبرع بيها لأهالي فلسطين وغزة. احنا بيشرفنا يكون معانا الفنان حسن أبو الروس. أستاذ حسن، مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بيك، واهلا وسهلا بجمهور القناه الاولى. يا اهلا بيك. جمهور بلدي اللي انا فخور ان انتوا بتكلموني يعني وبتعرضوا الكليب بتاعي عليها. ده شرف لينا وفخر لينا طبعا يا حسن. ولكن انا قبل ما ابدا معاك في موضوع الكليب، انا بحييك طبعا على اعمالك اللي فاتت، واخرها كان حاله خاصه. انت نجم كبير ونجم ساطع وكل الناس بتحبك، وانا على مستوى الشخصي بحبك جدا وبحب اشوف كل اعمالك. فكرة الكليب جت ازاي؟ هو يعني كان من كتابتك مع الأستاذ شمس الدين وألحان الأستاذ ناصر بيتس وألحانك انت كمان وإخراج الأستاذ أحمد جمال زيدان. كلمنا أكتر عن الكليب. والله ألف شكر ليك بجد على الكلام الحلو ده اللي يمكن يكون كتير عليا. والله خالص، أنا والله أنا كمان بحبك شكرا، وبحب لما أشوفك على التلفزيون، وبحب قناتي أتفرج عليها من وأنا طفل، يعني قناتي المفضلة. ربنا يخليك. والله هي الموضوع مش كليب، خلي بالك، ولا اغنيه. الموضوع هو مشروع. مشروع انا قلت اعمله، يعني اللي انا اقدر عليه او اللي انا افهم فيه اقدر اقدمه لاخواننا في فلسطين، اقدر اقدمه اللي هو الفن يعني، وارباحه كلها ان شاء الله هلمها واقدمها كمساعدات لاخواننا في فلسطين. ودي يعني اقل حاجه انا اقدر اقوم بيها، او اللي اقدر اقوم اللي اقدر اقوم بيه يعني. الحكايه بدات من وانا في الجامعه، كنت كاتب الاغنيه دي، وكان عندي زمايل واصدقاء وانا معايا في الجامعه بيدرسوا معايا، كانوا فلسطينيين وكان بيحصل لهم طبعا مشاكل في بلدهم، واهاليهم بتتوفى يعني بتتصاب جامد، فكنت كاتب لهم الاغنيه دي، وحتى كان فيها اساميهم كمان، وكنت بغنيها لهم في الجامعه يعني في حفلات الجامعه وكده. من الجامعه يعني، مش في الاحداث الاخيره دي كمان. لا لا، من حوالي 16 17 سنه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. بس وبعدين حصل بقى الموضوع ده تاني، وحصل العدوان الغاشم اللي شايفينه على يعني على اخواننا في فلسطين ده بلا رحمه يعني. فقلت يعني احاول اعبر بطريقتي، وطبعا في الاول هتلاقي جزء من اغنيه شعبان عبد الرحيم. ايوه يعني انا بحبه. على بدايه فعلا مفاجاه، وكانت حلوه جدا. انا بحب كلنا، ربنا يرحمه يا رب. الله يرحمه جدا، وبحب كلمات اغانيه قوي لان كلها صادقه وواضحه ودايركت، وبحب كمان برضو يعني اكتر ثلاث بني ادمين انا حبيتهم يمكن في حياتي، شعبان عبد الرحيم واستاذ سمير غانم الله يرحمه، واستاذ احمد زكي. هم الثلاثه دول الله يرحمهم جميعا بعد ابويا وامي يعني. ربنا يديهم الصحه. فانا حطيت حته لشعبان عبد الرحيم لما بيقول بكره اسرائيل تحيه لي والذكرى، وكمان هي رساله برضو في اول اغنيه. هي كلمات كلمات الاغنيه كلها رسائل بصراحه. هي يعني اكبر، بس يعني رساله عايز نقولها ان احنا موضوع فلسطين ده عمره ما يكون ترند فتره وخلاص، لان انا قصدت انزلها متاخر خالص بعد ما كل حاجه او الناس ابتدت يمكن تنشغل او كده، عشان احاول افكرهم واحاول برضه اقول ان موضوع فلسطين ده مش مجرد يعني ترند او حاجه عدت، لا هنفضل فاكرين طول العمر يعني. مستمرين فيها فعلا. بس ربنا يقدرنا ان شاء الله، والمساعدات الارباح تيجي ونقدمها كمساعدات لاخواننا هناك. طيب سريعا كده عشان ما اضيعش وقتك، اكيد انت مشغول في حاجات كتير. ردود الافعال. والله الحمد لله، انا ما توقعتش بصراحه ان الناس تستجيب قوي كده، وان الاقي نفسي بقى بيستضيفوني على الراديوهات في فلسطين وفي غزه واذاعات غزه، واغنيه تتذاع هناك. ده كله طبعا كان شرف ليا وشرف لاي فنان مصري وعربي ان هو صوته يتحط يعني على راديوهات اخواننا في فلسطين وفي غزه. والحمد لله كمان رد فعل الجمهور كان كله ايجابي يعني. اول مره اعمل حاجه ما يجيليش فيها نقد كتير. انت فنان محترم استاذ حسن، واحنا بنحييك وبنقدرك وبنامن على كل كلمه قلتها في الكليب، وبنقول امين وراها، وبنتمنى لك التوفيق في كل اعمالك اللي جايه، وان شاء الله دايما كده تكون متميز ومختلف. والله يعني تسلم على كلامك الحلو ده. والله يعني حاجة، ده شرف ليا كبير قوي ان انا على القناة بلدي، القناة الأولى دي، حاجة انا الشرف يعني احطها في السي في بتاعي كده. شرف متبادل. انا بشكرك جدا لوجودك معنا في التاسعة، الفنان حسن أبو الروس، الفنان والممثل والمطرب أخيرا.